بعد ما ناخد تلفون محمد إبراهيم من السعودية. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم؟ مرحب بك. الله يبارك فيك. شهر مبارك. الله يبارك فيك. بالله لسماحة ممكن نسأل شيخنا؟ نعم تفضل. شيخ حسن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا لو سمحت, عندنا أخونا متزوج. أي. واختلف مع زوجته. أي. وزوجته راحت لبيت أهلها. أي. ولما مشى هناك لولي أمرها. أي. فأصر على إنه البيت تمشي معه والبيت ترجع معه. أي. فلما قال لي يا اخي ما ممكن وبتاعه وكده انتظر ونتفاهم لغايه بكره, قال لي يا اخي البنت دي لو ما مشت معاي هسي طلقانة. ايوه. ومشى علي كده والبنت قعدت. ايوه. فجت ثاني يوم, لما جت ثاني يوم يرجعها قال لي يا اخي انت اخونا ده, قال لي يا اخي انت امس قلت له يا اخي البنت دي طلقانة قدامي انا. سمع. وانا ولامرها ما بجوز انه تطلقها قدامي. ايوه. فدارين نعرف يا شيخنا. ايوه. طلاق ده واقع ولا ما واقع؟ اي فعلا الطلاق ده يسموه العلماء بالطلاق المعلق. معلق على فعل شيء, اذا ما مشيت معي البيت انت طالق, يبقى ده معلق. وهنا النص بيقول شنو؟ لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه الا بالنية. يبقى في الحالة دي نسأل الزوج ده, نقول يا اخي خليك كده تريس وتعقل وارجع لذاكرتك, انت ساعة يومتها مشيت لبيت ناس ابو زوجتك والتلاك قلت لها مشاكل البيت ولي امرها منعها, وانت قمت قلت لها اذا ما مشيتي معي البيت النهارده انت طالق, انت قصدت شنو في الحته دي؟ قصدت فعلا لو ما مشت معاك البيت خلات استغنيت عنها وتكون طالق, والله قصدت تخوفها عشان تمشي معاك؟ قال اذا كان قصد أخوفها وأذكرهم أنا ما داير بأطلق زوجتي وعندي ولادات منها وما عندي خلاف منها بس حاجة زعلة ودايرت أخوفها عشان تمشي معاي, ما قصدت الطلاق أصلا, قصدت أخوفها عشان تمشي معاي. يبقى الحالة دي ما بيقع, وبدليل أنه ثاني يوم جاء ثاني راجع عشان يسوى. أيوة. ما بيقع الطلاق في الحالة دي. أما إذا كان قال قصد فعلا إذا ما مشت الطلاق يبقى مجرد ما رفضت يبقى وقع الطلاق. المسألة مبنية يعني على النية. على النية. يبقى نسأل الزوج نقول له يا أخي أنت قلت الكلام ده نيتك كنت شنو؟ قال أنا ما قصد طلاق, يبقى ما بيقع الطلاق, يسوق زوجته يمشي. وبعدك ننصح ولي أمر البيت, الخلافات الزوجية دي ما في بيت يخلو من الخلافات الزوجية. والشيطان برضو مرات يزعل الزول يزعل الزوجة ويشاكله. انت بالحالة دي جات بيتك زعلانة من زوجها تريس وتعقل ونادي زوج بيتك دي وتعالوا قعد انت مالكونا اولاد, على السبب شنو انت زعلانة من زوجك وانت زعلان منه؟ السبب شنو؟ انت زول عندك تجربة وحياة طويلة, ناقش الموضوع ده برواقة. ولقيته كلام بتاع هري ساكت بتاع شباب اديهن هرشة كده, يلا بيت شيل ولادك امشي بيتك. انت يا ولدي كمان ما تتشاكل ما تتخاصم, مشاكلكم حلوها هناك, ما تبقون في الحياة الكبيرة. ديون هرشة كده وتنصحهم يمشوا. نعم.